5 4 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو زياد، فن الصيانة وإصلاح جميع أنواع الغسالات الديجيتال الحديثة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. معانا إن شاء الله يا جماعة عطل في غسالة توشيبا. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم طريقة إصلاح العطل، طريقة إن شاء الله سهلة جدا وبسيطة. يا جماعة احنا بنيجي نشغل الغسالة زي ما انتم شايفين كده، الغسالة تسحب مية وتقف فجأة كده ما تشتغلش، تمام؟ طبعا العميل طبعا اتصل بالصيانة، تمام؟ جم طبعا للأسف الشديد في ناس في الصيانة، يعني ما انا يعني انا بستعجب وبشفق عليهم، تمام؟ الغسالة ما فيهاش حاجة، هو طبعا الغسالة كان العطل بتاعها كان بسيط جدا، تمام؟ هقول لكم العطل كان فيه، تمام؟ هو ممكن يكون الفني مثلا ما خدش باله او كان مستعجل وكده. طبعا اتصل بالشركه، جه فني، تمام؟ قال لها الغساله محتاجه كارت، تمام؟ طيب ماشي. طبعا انا العميل طبعا الشركه اتاخرت عليه طبعا في زحمه العيد وكده، فطبعا ايه كلمني وقال لي انا عندي الغساله والشركه جت قالت عندي كارت وكده. طبعا انا جيت قلت الكارت لو فيها اي حاجه انا هصلحها مثلا. فطبعا انا جيت اتفاجئت فعلا من ان الغساله، تمام، كان فيها عيب بسيط جدا جدا جدا، تمام؟ وهو عالجناه وحليناه من غير ما نغير كارته ومن غير ما نعمل اي حاجه خالص، تمام؟ فطبعا الغساله يا جماعه كان فيها مشكله في الكهرباء، تمام؟ طيب احنا يا جماعه بنعمل لها التيست طبعا بتاع الغساله ديت، التيست مود، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده التيست مود دوت بيعرفنا الغساله دي لو فيها عطل ولا فيها اي حاجه، بيظهر معانا على الشاشه، تمام؟ طبعا يا جماعه الله، احنا طبعا الغساله طبعا اول ما بتشتغل بتشتغل ثواني كده وتطفي، تمام؟ طبعا احنا عملنا لها التيست مود اللي هو عن طريق مستوى الميه مع الدوران السريع مع الباور، تمام؟ مع الستارت ده بيشغلها وضع التيست مود. طبعا بنضغط ستارت مرتين، تمام؟ طبعا انا كنت شرحت التيست مود ده قبل كده، تمام؟ طبعا الفني المفروض يا جماعه، الفني اللي بيجي يشتغل في الغساله المفروض اول حاجه بيطمن عليها الكهرباء. طبعا الكهرباء يا جماعه كانت موجوده، يعني كانت 180 او اقل كمان. فمفروض الفني لو انت كفني مبتدئ، تمام؟ وانا شرحت لكم قبل كده ازاي تقيس الكهرباء عن طريق قياس الامبير، تمام؟ بتشوف الكهرباء طبعا التيست مود بتاع الغساله ديت، طبعا اهي مستوى الميه مع الباور مع الايه مع السبين مع الايه الستارت، بتضغط ستارت مرتين الغساله بتشتغل معاك. لو فيها اي خطا بيظهر معاك، ما فيش اي خطا مش بيظهر معاك اي حاجه. طيب الغسالات التوشيبا دي بالذات يا جماعه، العطل دوت بالذات في الغسالات التوشيبا لو الكهرباء فيها مشكله، تمام؟ الغساله الثمانيه 8 كيلو بالتوشيبا والغساله ال10 وال11 بتشتغل ثواني، يعني بتشتغل اوقات، يعني ما فيش حاجات بسيطه كده، وتبص تلاقي الشاشه كلها طفت. الشاشه طبعا لما بتطفي يبقى هي كده عندك انت مشكله في الكهرباء، قبل ما تستعجل وقبل ما تدخل الغساله في مشكله، سواء طيب برضه او سواء موتور او اي حاجه، تمام؟ يبقى انت بتعالج المشكله، بتشوف الكهرباء مصدر الكهرباء، تمام؟ وبعد كده بتشغل الغساله، ان شاء الله بتلاقي الغساله شغاله معاك، تمام؟ فدي كانت المعلومة إن شاء الله النهاردة، لأن في ناس كتيرة جدا بتشتكي من العيب دوت، وناس كتيرة بتتصل بتقول عندي الغسالة باجي شغالة بتطفي معايا على طول، تمام؟ يبقى يا جماعة العطل ده سهل وبسيط، وأنت أساسا بتحله بمعرفتك، أو يا إما أنت بتشغل غسالة بالليل أو الصبح بدري علشان الكهرباء بتبقى معاك كويسة، أو يا إما أنت بتجيب منظم كهرباء أو استبلايزر اللي هو مناعم الكهرباء، ده بيظبط عندك التيار الكهربي بالنسبة للغسالة عشان تشتغل معاك في أي وقت نفسك فيه. او لو عايز تجيب منظم للبيت كله، لو انت عندك مشكله في الاماكن اللي هي في الارياف او كده، بيبقى انت عندنا المشكله بتبقى الميه الكهرباء ضعيفه، فالمفروض ان احنا بنفضل ان انت بتجيب منظم كهرباء علشان يحافظ لك على الكارته ويحافظ لك على الغساله وتطول عمر الغساله. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، ده العطل بتاعها، اول ما بنضغط ستارت كده، تمام؟ الغساله بتقعد تنور تنور وتقوم جايه ايه طافيه اوتوماتيك، تمام؟ يعني ما بتلحقش اصلا تشتغل. يبقى ده مش عطل يا جماعه، وده حاجه ان شاء الله بسيطه، وعشان خاطر انت ما تتخضش على الغسالة بتاعتك. لا، الغسالات دي هي نظامها كده، وبرده في غسالات ايه الزانوسي والغسالات المنتجات التانية نفس النظام، تمام؟ اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.